يقول الأخ إن كلمة حديث المسيء في صلاته انتقاص الصحابي، لأنه كأنه متعمد، إنما يقال حديث الرجل الذي علمه النبي الصلاة. هذا أنت تلزمنا بما ليس بلازم لنا، نحن ما طعننا في الصحابي، والرسول قال من أسلم فحسن إسلامه، وذكر الحديث وفيه ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. فليس المعنى أننا نطعن في الصحابي، إنما تناول علماؤنا ذلك من القديم، قالوا حديث المسيء في صلاته ما سموا أحدا بعينه حتى تقول إننا ننتقص الصحابي، إننا ننتقص الصحابي، بل هناك صحابة فعلوا أشياء وسموا حتى سموا بالاسم، فعلوا أشياء، وأنت الآن قد يعني تستغرب من هذه الأشياء وتضحك أحيانا منها، يعني أحيانا تضحك من هذه الأشياء. ليس معنى ذلك انتقاص الصحابي، إنما الشرع جاء ليعلم، جاء ليطبق في واقع وينقل لنا الواقع. يعني على سبيل المثال جاءت سلمى تشكو زوجها أبا رافع مولى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقالت إن أبا رافع يضربني يا رسول الله، من يضربني؟ فدعاه النبي لما تضربها يا أبا رافع؟ قال إنها تقول إن صلاتك باطلة. فقال لها الرسول لماذا قلت له إن صلاتك باطلة؟ قالت يا رسول الله كان يصلي فأخرج ريحا، فقلت اخرج من الصلاة فصلاتك باطلة، فقام يضربني. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا أبا رافع ما قالت لك إلا خيرا، ما قالت لك إلا خيرا. فواقع كان يعاش، الناس خلقهم الله أطوارا، منهم الرزين والذكي ذكاء تاما، ومنهم المتوسط في الفهم، ومنهم الذي هو مجنون أصلا، مجنون جنونا تاما ولا عقل له. فالقرآن نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كي يطبق على واقع وينقل لنا هذا الواقع. فالرجل أساء في الصلاة فقيل فلان الذي أساء في الصلاة، حتى نتعلم ما وجه الطعن في ذلك، ما وجه الطعن، ويعني تقول لا بد أن تقول الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقل المسيء في صلاته. أبدا، علماؤنا تناولوا ذلك، وكل كتب الفقه حديث المسيء في صلاته، ما فيه طعن أبدا ولا نيل من عرض أحد أبدا، والحمد لله. المرأة المخزومية التي سرقت، ما أشد طعنا من المسيء في صلاة المرأة المخزومية سرقت. نعم، مماعز الأسلامي والغامدية وغير ذلك كثير كثير وكثير، ليتعلم الشرع. نعم.